لك سؤال يا استاذ اللي بتساله بتقول الطفل بيرقص بسكينه، هات لي فيلم انا رقصت فيه ممثل بسكينه. لا لا لا، هات لي فيلم انا رقصت فيه ممثل بسكينه. لا قول لي مين. الطفوله نفسها اتاثرت بالنوعيه. انا ما عملتش ده، انا ما عملتش فيلم رقصت فيه ممثل بسكينه. اللي رقص بسكينه فراج في فيلم القشاش، ومش انتاجي انتاج دولار، صح؟ مش انا بس، الناس بتعم كل حاجه احمد السبكي. احمد السبكي صح ولا غلط؟ بس الناس مش فاهمه. انا وائل الابراج شتمني، شردت الشتيمه عليه بس. ايه؟ شتمني قال لي انت بلطجي، وانا قلت له الجمله الثانيه وخلاص. نعمل حاجه عن البلطجه دي من الشارع المصري على فكره. احنا بنجيب نموذج من الشارع المصري ونعمله فيلم، مش مشكله. ايه الايجابيات بدل ما نبص على السلبيات مثلا في الشارع المصري؟ طب ما هو انا اسالك سؤال، انا عملت عبد موت عن البلطجه صح؟ عبد موت انا جيت في الاخر مش اعدمت الشخصيه دي وجازيتها واديتها حكم؟ يبقى انا بقول اللي بيعمل شر بيلاقي شر في الاخر، انا بحكمه وبعاقبه صح ولا غلط؟ الناس ما اتكلمتش على ابراهيم الابيض. ليه ما عملش ضجه يعني ابراهيم الابيض زي عبده موته كده؟ ما انا مش فاهم برضه. طب ابراهيم الابيض كان دم واجرام ومطاوي وسنج وكل حاجه صح؟ تعرض انتقادات برضه من الناس يعني، بس مش زينا. طب انا اقول لكم على حاجه، شيلوا كلمه في ولاد رزق، شيلوا اسم المنتج وحط السوك، هتلاقي السوك اتقطع على طول صح ولا غلط؟ انما محدش جاب سيرته صح؟